This video is freeware, so you can use it as you wish. Gaddafi arrested. فضيلة الدكتور في دقيقة واحدة، كيف نبني ثقافة التسامح؟ هناك سؤال مهم جدا يا أخي. نعم نعم فضيلة الدكتور، ربما الوقت ضاق، ولكن في هذا السؤال في موضوع التسامح فيه السؤال الأخراني ده يا أخي، لماذا تتركه؟ هذا بتاع المفتي سوريا. نعم سنتحدث به فضيلة، ولكن الوقت ضاق، تفضل في هذا الموضوع طالما أن لديكم علما بهذا الأمر، تفضلوا. مش موجود عندنا؟ نعم نعم تفضل فضيلة الدكتور. هذا الكلام اللي قاله أخونا، نعم هو من باب التسامح، ربما قال أنه ولا في التسامح، أنه يقول أن لو الرسول قال لي أكفر باليهودية أو المسيحية لكفرت بالرسول، هذا كلام لا يقوله عالم ولا يقوله مسلم عادي. إذا كنت أمنت بأن محمدا رسول الله فلابد أن تطيعه، لأنه لا يأمر إلا بالخير ولا يأمر ولا يأمر إلا بمعروف. ف حتى لو قال لك اقتل، لازم قصة سيدنا موسى لما يعني قتل الغلام، قال قتلت نفسا زي كده، وبعدين قال له على لماذا قتل ولماذا خرق السفينة ولماذا. فهذا في الحقيقة لا يجوز ان نتطاول على الحقائق ونتركها من اجل ارضاء الناس، نرضي الناس بالحق لا بالباطل. إذن الحديث هنا عن مفتي سوريا الذي قال لو أن محمدا طلب مني أن أكفر بالمسيحية أو اليهودية لكفرت به. بالعكس، إحنا لا نؤمن بالمسيحية الحالية ولا باليهودية الحالية، وهم لا يؤمنون بنا، هم يكفرون بنا، وإحنا نؤمن بالمسيحية التي جاء بها المسيح، بالإنجيل الذي أنزله الله وبالتوراة التي أنزلها الله، لا بالتوراة المحرفة ولا بالإنجيل. التسامح لا يأتي بالنفاق، إنك تنافقني وأنافقك، لا، لازم تبنى الأمور على الحقائق، فهذا ما ينبغي أن يعرف. إنما أنا لا أؤمن بالمسيحية الحاضرة، وهم لا يؤمنون أيضا بي، ولا أؤمن باليهودية الحاضرة، أنا أؤمن فيها تحريفا وفيها تجاوزا. فينبغي أن يعني تقر الحقائق وتحترم، ولا تجاوزها الناس إرضاء للأهواء وللذين لا يعلمون، كما قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أشكركم في الختام فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي على هذه الإفاضة الطيبة. See perhaps also. Infoedit, 24th April 2005. After the first and the second contact. See, impossible, these videos. Only 22 days passed. And then...